بدي اسمع منك اليوم الوافدين بالاعداد والنسب، وقديش الحركه اليوم رغم الحرب الموجوده بجنوب لبنان. طبعا اليوم مثل ما تفضلت وحكيتي، نحن بفتره اعياد ان شاء الله بينعاد على الجميع، وطبعا نحن كقطاع سياحي منتظر هيدا المناسبات دائما بفارغ الصبر، لانه اليوم نظرا للوضع الاقتصادي والحاله اللي موجوده بالبلد لبنان الحبيب والمنطقه بصوره خاصه عم بياثر كثير علينا نحن كقطاع سياحي، ان كان وكالات سياحي طيب يبدو أو سفر، ولا ان كان فنادق، ولا ان كان مطاعم. تفضل تفضل. نعم، فاليوم اكيد نحن دول عربيه مجاوره مشكوره، يعني بعدها بتحب تجي على لبنان وبعدها بتشجع السياحه بلبنان، ودائما نحن بنحاول قد ما فينا الاسعار بنقدمها احلى اسعار احلى خدمات. نحن كقطاعنا السياحي يعني هو اسرع وسيله لينعش الاقتصاد اللبناني، ومع كل هيدا وكله كل هيدا المجهود الشخصي اللي بيعتمد على بعض الزملاء اللي نحن عم فيه، بعد ال يعني الاجتهاد الشخصي اللي عم بيقوموا فيه نحن وبعض الزملاء، للاسف الوضع العام بالبلد وبالمنطقه يعني كثير مكبلنا. الكل بيحب يجي على لبنان، الكل بيحب يقول نحن لبنان بنحبه، لبنان السياحه، لبنان السهر، لبنان المطعم، لبنان السهره، فكتير في ناس بتحب تجي على لبنان، ولكن للاسف انه الوسائل اللي عم تنبس والوضع العام اللي موجود اللي قائم بالبلد من بدايه الازمه من 4 سنين لهلا هو مش عم بيساعد للناس اللي بتحب لبنان والمغترب اللبناني والدول العربيه المجاوره الشقيقه تجي على لبنان. نعم، شكرا لك استاذ وليد العس على هذه المداخله. يعني عم بيقول انه الاوضاع عم تتاثر، يعني الناس هذا شيء طبيعي لانه هن بيشتغلوا على الوافدين الى لبنان، حتى حركه السفر من لبنان الى برا هي اليوم بتصور ما وصلت ل 50% من اللي كان فيه قبل الازمه الاقتصاديه. ست جوزفين شغله كثير مهمه، 5 سنين 6 سنين من الازمه الاقتصاديه لم يؤخذ قرار واحد بعد اوكي تينقص لبنان، وشو مطلوب؟ شو لوين بدنا نوصل؟ بلد اليوم بلا كهرباء، بلا خدمات، بلا اي شيء، بعد بقي له شويه امن اوكي بمناطق معينه عم نعيشها. تعيت نطلع بالخريطه، هجرنا اولادنا وفقدنا الموجودين هون مستقبلهم كله ناطر فيزا. نعم. حرام اللي عم نعمله بحالنا، حلنا يجي النهار اللي بدنا ننتقل لمرحله اعاده بناء الوطن. عن جد منا المشكله برئيس الجمهوريه ولا لنا المشكله انه نحن ناخذ قرار انه بدنا نرجع نبني هالوطن عن اول وجديد، ونتفق على انه الطائفيه مش مشكلتنا، مشكلتنا هو بناء الوطن فقط لغير، مش مصالح السياسيين يلي هي عم تاخذنا على الهاويه. شكرا لك امين عام اتحاد المؤسسات السياحيه استاذ جون بيروتي على وجودك معنا اليوم بهذه الحلقه. ميرسي لك ولكل المشاهدين. كنا بدنا نشوف منه لوليد العس انه ارقام الوافدين قديش، لانه هن عم يحسبوا الارقام بيحكوا ب 17000 هلا وصلنا ل 17000 امبارحه، ونحن يمكن هالوضع هذا يمكن يزيد لل 20000 بهاليومين ثلاثه اللي جايين، يلي هو ريكور رقم كثير مهم بالنسبه للبنان. يبقى انه نشوف مين الوافدين.